اما عن طرق علاج انقطاع التنفس الشخير وانقطاع التنفس عن اثناء النوم، بتنقسم الى اشياء عامه وعلاجات دوائيه واجهزه مساعده وعلاجات جراحيه. الاشياء العامه او اللي بنقول عليها اللايف ستايل ميجرز، الابتعاد عن التدخين وعن الكحوليات، تعديل وضعيه النوم وحاوله النوم على مخده عاليه. تاني حاجه بالنسبه للعلاجات الدوائيه، دي بتبقى علاجات مساعده زي استخدام بخاخات الكورتيزون داخل الانف، دي بتحسن التنفس اثناء النوم. بننتقل بعد كده للاجهزه، لاستخدام الاجهزه المساعده، والاجهزه المساعده دي قد تكون في صوره جهاز ضغط الهواء الموجب اللي هو الجهاز اللي بيساعد المريض ان هو ينام. اما عن الجراحات فهي جراحات متعدده، بتبدا من جراحات الانف زي جراحات تعديل المسار او تصغير قرنيات الانف السفلى او توسيع صمام الانف، الى جراحات سقف الحلق وهي جراحات شد سقف الحلق او استئصال اللوزتين. احنا في السعودي الالماني هنا عندنا طاقه من الاطباء، احدث الاجهزه، نقدر نشخص المشكله ونعالجها.